اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن وليد، ايه رايك في الكلام اللي بيتقال؟ تقريبا نفس الكلام اللي حضرتك بتجاوب عليه. الحمد لله، يعني ناس كتير جدا الحمد لله والشكر لله حاسه بفكره ان انتمائي للنادي الاهلي وحبي وعشقي للنادي الاهلي وكوني كنت لاعب في النادي الاهلي ده مش مأثر عليا في الاستوديو. دي نقطه مهمه جدا. موضوع عبد الله السعيد احنا اتكلمنا فيه وشرحناه وقتلناه بحثا، بس انا عايز اقول لك حاجه برضو في موضوع عبد الله السعيد، عشان لما الواحد بيقعد يتذكر كده عبد الله السعيد من اكتر الحاجات مثلا اللي مزعله الناس ايه؟ ان عبد الله كان موجود داخل النادي الاهلي وكان عقده مستمر مع النادي الاهلي، ولكن كان ماضي في نادي الزمالك في الوقت اللي كان بيقول ان هو ما كانش ماضي، بدليل ان هو كان بيقعد مع كابتن سيد عبد الحفيظ، فدي اعتبرها جمهور النادي الاهلي خيانه الموضوع يعني. وده اللي انا قلته، احنا متفقين. انا طلعت يا كابتن اسلام، ده انا عندي تسجيل برايي ده يوم الانتقال، يوم ما اعلنوا ان عبد الله السعيد مضى لنادي الزمالك. خش على الاون وشوف حواري مع كابتن شوبير تقريبا، قلت الكلام ده. فانا من اوائل الناس اللي قلت ان عبد الله اخطا خطا كبير جدا. احنا متفقين. ده انا كان خلافي او خلاف وجهه نظري كانت ان عبد الله كمان ما يرجعش. وده رايي، لان في الاخر اللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يكون هو ده اختياره. انت فاهم الفكره دي؟ يعني وكان رايي ان عبد الله ما يرجعش، طالما مشي وساب النادي الاهلي ما يرجعش. بس لما بقى عرفت اسباب شويه تفاصيل كده داخليه، ان حصل يعني لخبطه كتير جدا، وان الله يكون في عون المسؤولين ساعتها لازم برضو يحافظوا على حقوق النادي الاهلي، فكواليس عرفتها وجهه نظرهم برضو تحترم، والنادي الاهلي اشتغلها بشكل كويس. لكن احنا متفقين في الراي. تمام.